الأهلي ما في مكان بيحل فيه إلا ويحظى دايما وأبدا باهتمام كبير من قبل السفارة المصرية الموجودة في كل دولة. السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس مع الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى تونس. نشوف السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس. كل التحية لجمهور النادي الأهلي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي كالعادة. طبعا لحظة بلحظة بننقل كل الكواليس والأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي، استعدادات مكثفة، مباراة النجم الساحلي والنادي الأهلي. لكن قبل ما نتكلم على المباراة، جهد كبير جدا بيبذل هنا طبعا من سفرته طبعا تحت رئاسة طبعا معالي السفير نبيل حبشي اللي بنرحب بيه وبنقول له طبعا مجهود كبير نبيل بيه طبعا اللي بتقوموا بيه بالنسبة للنادي الأهلي وكل طبعا الفرق اللي بتكون متواجدة. لكن أنا طبعا بخص النادي الأهلي بالتحديد، عنده مواجهة مهمة جدا في ترتيبات كثيرة قبل ما نيجي مع كابتن سمير عدلي والكابتن سيد. حطينا في الاجواء كده معالي السفير. الحمد لله على السلامه اولا، ونورت تونس ونورت دار سكن السفاره المصريه، دايما مشرفينا في كل الاماكن ودايما هتشرفونا في تونس كالمعتاد. احنا تعودنا على النادي الاهلي وانجازاته في تونس دايما، ومتفائلين بيكوا لما بتيجوا، ومتفائلين باستاد رادس كمان اللي هتلعبوا عليه يوم الجمعه مساء ان شاء الله. الترتيبات الحقيقه ماشيه على قدم وساق. احنا السلطات التونسيه متعاونه جدا مع السفاره، الفندق برضه مجهز بكل ما طلبه النادي الاهلي. الحقيقه انا مستريح جدا لغايه هذه اللحظه. اضف الى ذلك انه في برضه ميزه المره دي، انه احنا مش بنلعب في سوسه، احنا بنلعب في رادس اللي هي العاصمه التونسيه، تونس العاصمه يعني. فدي برضه بالنسبه لنا ميزه نسبيه ايجابيه ان شاء الله، وموفقين يا رب ان شاء الله. يمكن مجرد وصلنا ووجود حضرتك كان متواجد في المطار، حضرتك الناس اول ما شافتنا قالت لنا هتكسبوا التوانسه. طبعا اكيد كلهم بيشجعوا الترجي التونسي، ودي يمكن حاجه يعني اكيد طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان احنا ما بنلعبش في سوسه، بنلعب في النجم في رادس. لكن الامر ده حابين نتكلم على الجمهور والجاليه المصريه اللي هتكون متواجده. اكيد هيبقى عندهم جمهور كبير نادي النجم يكون متواجد، لكن التنسيق تم ازاي؟ الجاليه، العدد، الدخول والخروج، الامور دي مهمه جدا مع السفير. اتفقنا مع اتحاد الكره هنا في تونس ان هم هيسمحوا للجمهور المصري بالدخول، العدد يصل الى 500 مكان للجمهور المصري، حتى قد يدخلوا من خلال جوازات سفرهم المصريه. طبعا برضو بيبقى في معامله بالمثل، خد بالك ان هم هيلعبوا بعد كده في مصر، فان شاء الله برضو بيبقى في معامله بالمثل. الحقيقه في كل ترحيب من السلطات التونسيه واتحاد الكره التونسي اللي هو بيسموه هنا الجامعه التونسيه لكره القدم. كل الترتيب وكل التسهيلات مقدمه لهذه السفاره وللنادي الاهلي، ولذلك نتمنى التوفيق ان شاء الله. نقطه اخرى مهمه جدا، يمكن مسؤول النجم الساحلي واحنا متواجدين في التدريب قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا احنا هنكرم رمضان صبحي نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي بكره في تدريب الغد، وهنكرم النادي الاهلي وعاملين درع للنادي الاهلي. ده بينقل امور كثيره جدا في كره القدم وبين الشعب التونسي والشعب المصري. من خلالك يا معالي السفير، يعني استقبلت الخبر ازاي؟ زي ما اقول لك عليه دلوقتي استقبلته ازاي؟ لان نقطه مهمه جدا يا معالي السفير. هشوف طبعا مفيش كلام ان الرياضه وسيله تواصل بين الشعوب، والرياضه لو استغلت بما يؤدي لهذه الشعوب، بما يؤدي لمصلحه هذه الشعوب، قد تتقدم بنا الى الامام كثيرا من الخطوات، اكثر كمان من السياسه. رمضان صبحي طبعا لعيب دلوقتي يعني من الكبار، ولكن انا عاوز اقول ان الاهلي كله كبار الحقيقه، يعني لا استطيع ان انا يعني انفرد فقط برمضان صبحي. رمضان صبحي امتعنا الاسبوعين اللي فاتوا وانبسطنا جدا بيه، وكل واحد حس فينا انه ده ابنه وده اخوه، والحقيقه الولد مجتهد وشاطر ومستقبله عظيم، وهشوفه وانا اعتقد ان انا هشوفه عالمي ان شاء الله، زي محمد صلاح زي الاخرين يعني. شكرا لك معالي السفير. لكن لو بناخد رساله منك للاعبتنا ان شاء الله قبل المباراه دي، كلنا ثقه في اللعيبه وعندنا ثقه كبيره ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه. معالي السفير نبيل حبشي تقول لكل لعيبه النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، مطلوب بس التركيز فقط لا غير، التركيز قبل المباراه وفي المباراه، وانا متاكد من النتيجه، واحنا عندنا النتائج مش عاوز اتكلم فيها عشان بس الواحد ما يقاطعش يعني. شكرا خيرك، ميرسي. كل الشكر والتقدير طبعا لمعالي السفير نبيل حبشي، طبعا سفير مصر في تونس. طبعا امور كثيره جدا ومتعدده هنا حابين نتكلم عليها سريعا، ترتيبات على اعلى مستوى، فندق الاقامه، كل الامور الخاصه بالتحركات التنقلات. احنا متواجدين داخل مقر السفاره طبعا كالعاده، في بروتوكول مأدبه عشاء بتكون متواجده للنادي الاهلي، البعثه الاعلاميه، رئيس البعثه الدكتور مهند مجدي طبعا متواجد. ان شاء الله كل الامور تكون موفقه للنادي الاهلي في مباراه الجمعه باذن الله، ثقتنا كبيره. وجود الجاليه اللي هتكون متواجده ان شاء الله يكون ليها تاثير مع فريق النادي الاهلي، وكالعاده هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان لحظه بلحظه من تونس، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي.